هبتدي مع حضراتكم بمعلومتي الصباحيه، والنهارده معلومتي جايبها لكم من كتاب مميز جدا لواحده هي رئيسه مجموعه شركات، هي مؤسسه معهد خاص بابتكار المواهب، وبترأس فريق عمل مكون من 82 شركه، ده موقعه في مانهاتن. بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على سوق العمل وايضا كل ما يهم من ابتكار، كل ما يهم من السكيلز، المهارات الخاصه بسوق العمل الجديد والحديث، واطلاع الناس على كل ما هو جديد في هذا السوق. يعني بتشتغل اقتصاد، وهي طبعا اقتصاديه مؤثره جدا، ومن عندها طبعا كان في الكتب المؤثره من اول عام 2013 لما اتكلمت على حاجه اسمها السبونسر افكت او تاثير الراعي، ازاي الواحد بيستثمر في الاخر. كانت من هي اول الناس اللي اتكلمت على الموضوع ده، انه ازاي المدير يستثمر في مرؤوسيه، ازاي ان هو يقدر ان هو يطلع كل ما لديهم من امكانيات عشان ياخد الافضل كنتيجه، ويبقى في اثمار كده للشجره زي ما احنا بنقول. ولكن كمان كانت من ابرز الناشطين في مجال كتابه الكتب وتاليفها، ازاي انه الواحد يستثمر في نفسه ويطلع افضل ما فيه في مجال العمل، وازاي كمان انه لو انت قائد في فريق عمل ازاي تختار الناس المناسبه في كل مكان صحيح. النهارده جايبه لكم موضوع مهم جدا، عنوانه هو الحضور التنفيذي. يعني ايه حضور تنفيذي؟ موضوع كبير هي اتكلمت عليه في هذا الكتاب سيلفيا آن هيويت، هيبقى معانا دلوقتي على الشاشة، وكانت بتتكلم فيه على فكرة الحلقة المفقودة ما بين الجدارة وأيضا النجاح. الحلقة المفقودة ما بين الجدارة والجدارة، زي ما أنا كنت قبل كده اتكلمت مع حضراتكم في حلقة سابقة، الفرق بين الجدارة والمهارة. معانا هو غلاف الكتاب عشان اللي حابب ان هو يطلع عليه، الاكزيكاتيف اتندنس او اكزيكاتيف بريزنس، ده مصطلح معروف قوي في عالم المال والاعمال وعالم البيزنس وعالم التنميه البشريه، كل ما له علاقه بالحداثه، الاقتصاد الحديث، كل ما له علاقه بهذا الامر. ده كتاب قوي جدا موجه للشباب اللي عايزين يصعدوا بسرعه في اي سلم وظيفي، ولكن هو بيحس انه ابتدي منين؟ طيب اعمل ايه؟ طب اخد كورسات؟ طيب ادرس؟ اخد شهادات اضافيه؟ اعمل ايه؟ احط رجلي على السلم ازاي؟ ازاي ان انا احقق النجاح؟ ازاي اخد ترقيات وظيفيه تكون مناسبه ليا وملائمه ليا، واقدر كمان اكون قد البدله اللي انا لابسها؟ يعني معناه ايه؟ اقدر اكون انا اضافه للكرسي اللي انا رايح ان انا اتولاه. دي فكره مهمه جدا، فكره انه يبقى قد المنصب اللي هو فيه. ايه الموضوع؟ الحضور التنفيذي. اول حاجه قال لك المصداقيه والثقه. طيب المصداقيه والثقه دي حاجة مكتسبة؟ أول حاجة دي حاجة فطرية، ودي حاجة لابد ان هي تكون في سمات الشخصيه، اللي هي زي ما انا قلت لحضراتكم الجداره، اصلا بتكون تشكيلها هو البيئه والتربيه وطريقه نشاه الشخص ده، وكمان بيضاف عليها بعد كده المهارات اللي هو بيكتسبها، فكله بيكمل مع بعضه حتى يكونوا الشخصية في النهاية. يعني ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول إن الحضور التنفيذي ده يعتبر مزيج من سمات الشخصية والسلوكيات اللي هي مكملة لبعضها، بالإضافة طبعا للمهارات اللي الشخص بيكتسبها. طيب لما جم يسألوا بقى، وده طبعا من ضمن الكتاب بتاع سيلفيا آن هيويت، لما اتكلمت على إزاي القائد يختار الناس اللي تمثله مثلا في أماكن معينة، في ناس تنفيذيين دول سهل إن هو يوظفهم، في ناس ابتكاريين لازم يختار الناس اللي قادرة تفكر، قادرة تبتكر، قادرة تطلع أفكار وابتكارات جديدة، في ناس قياديين، دول الناس القادة دول هيوظفهم ازاي؟ وعشان ده بناء على كلام كمان هي قالته قبل كده في كتاب السبونسر ايفكت، اللي هو طلع افضل ما لدى موظفيك بهذه الطريقة، ان انت توظفهم في الاماكن اللي هم يكونوا قدها واللي هم يقدروا ان هم يشتغلوا فيها. فكرة انه يبقى في حضور تنفيذي، اول حاجة كاريزما، ثقة، قدرة على ان هو يقود المكان اللي هو فيه،
موضوعات بقى المهارات اللي لازم ان هي تكون متوفرة في الحضور التنفيذي، اول حاجة قال لك التواصل الفعال. فكرة التواصل الفعال ان هو يبقى عنده active listening. التواصل مش بس ان انا بشوف مثلا الناس عايزة ايه وخلاص، لا، هو فكرة ان انت يبقى في استماع نشط، في تفاعل نشط، يعني على طول بيكون في رايح جاي كده، 1-2 زي ما احنا بنقول. الذكاء العاطفي، التعامل بحزم وليس عدوانية، فكرة ان انت تكون حازم في قراراتك ولكن ليس شرس، مش بتنهر الناس، حاجات كتير قوي في هذا الإطار تحت عنوان كبير اسمه الذكاء العاطفي. وفكرة كمان ان انت يبقى عندك مجموعة من المرؤوسين تقدر كمان تتعامل معهم من جانب الجوانب الشخصية ومن جانب العاطفي، ولكن بشرط الا يطغى هذا الامر على الامور الخاصة بالشغل. يبقى قلنا اتقان مهارات الاتصال، اظهار الثقة، ولكن فكرة اظهار الثقة مش فكرة ان انت تبقى اوفر اكتنج، لا، فكرة ان هي بتبقى بطبيعتك، لانه ده بيكون بناء على الامكانيات اللي هي بالفعل موجودة عندك. مش حد بيمثل انه عنده مهارات، ومش حد بيقول انا عنده ان هو عنده شهادات ليست موجوده، ولكن فكره انه انت تشوف ده في كلامه، تشوف ده في مصطلحاته، تشوف ده في فكره، تشوف ده فيما يطبق على ارض الواقع من امور تنفيذيه. الحزم للعدوانيه، وايضا قلنا القياده بالتعاطف، دي من اهم الامور اللي بتكمل فكره الحضور التنفيذي عند اي قائد في العمل، ومن الحاجات المكمله للشخصيات اللي هم المفروض يختاروها في الأعمال حسب ما جه في كتاب الخاص بسيلفيا أن هيويت. وزي ما قلت لحضراتكم في كتاب أنا بعمل لكم ريكومنديشن لي، السبونسر ايفكت او تاثير الراعي، حضراتكم اقروا عن الموضوع ده هيعجبكم جدا جدا جدا، وكمان هيفتح لكم افكار في العمل. الناس اللي هي بتحب موضوع التدرج الوظيفي والحاجات دي، حابه ان هي تطلع على موضوعات اكتر في هذا الامر، الناس القاده في عملها تقدر تشوف برضو الافكار بره شغاله ازاي، الناس بتتعامل ازاي مع الموظفين، مش فكره بس مثلا اقهره عشان يديني افضل ما عنده، لا، في قيادة أخرى، وهي فكرة إن هو يحبك ويبقى خايف على زعلك وعايز يديك أفضل ما عنده. كل الحاجات دي بتجتمع كمان، وبيشتغل كمان عشان إن هو بيلاقي مردود كويس جدا في الشغل، يعني فكرة إن هو يلاقي مكافأة، مش فكرة مكافأة مالية، لكن المكافأة المعنوية زي ما قلنا برضو الحلقة اللي فاتت في هذا الأمر، بتعوض كتير جدا عند الموظفين، وكمان بتمنع حاجة خطيرة جدا اسمها البيرن أوت أو الاحتراق الوظيفي. وبما إنه الحاجات دي موجودة على فكرة، الموضوع ده برضو أنا يعني كنت بقرأ موضوع مهم قوي في بيرسونا تالنت، وده موقع مهتم بالتوظيف على مستوى العالم، أكبر الشركات بتروح له عشان يكمل لها التيم الوظيفي بتاعها، الفرق العمل بتاعتها من أفضل الناس اللي عندهم مهارات، من أفضل السيفيهات، ومن أفضل الناس اللي بتقدر كمان، مش فكرة، خلوا بالكم برضو المواقع العالمية دي مش بتحط أي سي في كده، لأ، ده هي ممكن إن هي تشيلك من على الموقع ده لمجرد إن هي لقيتك مثلا كاتب حاجة مش موجودة في صفاتك أو مش موجودة في إمكانياتك في السي في الخاص بيك. ده بالنسبة لنا النهاردة كلامنا عن الحضور التنفيذي، ودايما بنقول كل التوفيق للجميع، ودايما في حلقاتنا بنحب نجيب بعض المعلومات كده اللي تخطر لكم على بالكم أو اللي مش ممكن تخطر على بالكم،